المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشى ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها مواقف تستنكر التعرض للجيش اللبناني ومزيد من الصواريخ من الجانب السوري على الهرمل. نحن قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى تفاهم إن شاء الله. أجواء تفاؤلية في عين التين وبر دعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع اليوم. احتدام المعارك في القصير وقصف عنيف على مدن عدة. صباح الخير. إنه الجيش اللبناني من جديد، جيش يأبى إلا أن يترجم شعاره عمليا، جيش يستهدف بين الحين والآخر لا لشيء إلا لكونه يمثل الضمانة في بلد غابت فيه كل الضمانات وعجزت طبقته الحاكمة عن أبسط البدهيات. نبدأ النشر بالتقرير الخاص باستشهاد العسكريين الثلاث في الجيش اللبناني في اعتداء على مركزهم في جرود عرسال. بلدة عرسال إلى الواجهة مجددا، والحدث استشهاد ثلاثة عسكريين في هجوم على مركز لهم في منطقة وادي الحميد في خراج البلدة. بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش فإن مجموعة مسلحة تستقل سيارة جيب سوداء اللون قامت بهجوم على أحد مراكز الجيش في المنطقة، فتصدى لها العناصر وحصل اشتباك أسفر بنتيجته عن استشهاد ثلاثة عسكريين. وعلى الإثر باشرت قوى الجيش بعمليات تفتيش واسعة في المنطقة بحثا عن المسلحين الذين فروا إلى الجرود المجاورة. قيادة الجيش نعت الشهداء الثلاثة الذين شيعوا في بلداتهم، وهم الجندي محمد رضوان شرف الدين من مواليد العام 1987 برقايل قضاء عكار متأهل من دون أولاد، المجند مصطفى خالد الحايك من مواليد العام 1990 بيت الفقس قضاء المنية الضنية عازب، المجند محمد عدنان منذر من مواليد العام 1992 حوش حالة البقاع عازب. عرسال البلدة البقاعية شهدت حادثة مماثلة منذ عدة أشهر، انتفض أهلها رافضين الاعتداء على الجيش اللبناني ومؤكدين أن لا صلة لهم باعتداء ليل أمس. نحن ساكنين حد الحاجز، ما سمعنا غير على الساعة 3 أو 6 كتير، ما استرجعنا نطلع لبرا من الأوسات وما عرفنا شو في يعني. مدعم الجيش ومنأيده ونحن الجيش، ويطلب من الجيش يا أخي أي ساعة بده يشوف نحن وين منكون قديم وين ما بده، بس إنه يعني عم يصير أحداث هلا القديم بقى في منه شيء مركب، بس هو الحادث يعني ما له حدا عليه فيه. ابن عرسال بريء من دم الشهداء اللي سقطوا واللي حزننا عليهم واللي عطلنا المدارس بسببهم واللي طلعنا بمظاهرات لحتى نأيدهم ونستنكر هالعمل استنكار شديد 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 جدا، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في كل المراحل. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كلف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية إجراء التحقيقات الأولية والكشف على مكان إطلاق النار على العسكريين. الجيش لنا ونحن له، هذا ما يؤكده أبناء عرسال الذين يطالبون الدولة بكشف الحقائق لتبرئتهم ولقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر. من عرسال منير الربيع، تلفزيون المستقبل. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان اطلع أمس من قائد الجيش العماد جان قهوجي على تفاصيل العملية، واعتبر أن هذا العمل هو حلقة في سلسلة إرهابية إجرامية تسعى إلى الفتنة في البلاد والاعتداء على عناصر الجيش الذي يعمل جاهدا وبقوة في وجه هذه الفتنة. الرئيس سليمان دعا إلى تكثيف التحريات لمعرفة الفاعلين واعتقالهم، وطلب الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية والعمل على زعزعة السلم الأهلي وزرع الفتنة المرفوضة من جميع اللبنانيين. بدوره أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزيا مؤكدا على مؤازرة الجيش وقيادته في مواجهة أي اعتداء.
الرئيس الحريري الذي دان هذا الحادث الإجرامي المشبوه قال إن هذه الجريمة البشعة ليست محل استنكار ورفض جميع اللبنانيين فحسب، بل هي مؤشر إلى مخاطر قادمة تستهدف السلم الوطني. واعتبر أن هذه المخاطر تتطلب من كل المجموعات السياسية توخي اليقظة والحكمة وتمكين الجيش من أداء مسؤولياته في حماية السلم، ودعا للابتعاد عن العمليات الجارية على قدم وساق لزج لبنان في القتال في الداخل السوري بما يؤجج النعرات ويجعل من الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية مجرد شاهد زور على سياسة لا تمت إلى المصلحة الوطنية بصلة. وتقدم الرئيس الحريري من قيادة الجيش وأهالي الشهداء بأحر التعازي معربا عن التضامن الكامل معهم ومشددا على وجوب اتخاذ الإجراءات التي تكفل الرد الحازم على كل اعتداء يتعرض له الجيش وحماية الحدود من فوضى الانخراط في الصراع السوري. أمنيا وبالانتقال إلى منطقة الهرمل، فقد سقطت 9 صواريخ أطلقت من الجانب السوري على بلدة الهرمل خلال يوم أمس، انفجرت معظمها في أماكن سكنية مخلفة وراءها 7 جرحى ودمار في عدد من المنازل. وعرف من الجرحى شخصان من آل قطايا وشخصان من آل شمص وآخر من آل الجوهري وطفلة من آل الغرباوي. وأكدت مصادر متابعة أن عملية استهداف الهرمل بالصواريخ انعكست سلبا على أهالي البلدة الذين يطالبون الدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية بوضع حد لتلك الخروق التي باتت تهدد المواطنين في منازلهم وأماكن عملهم. في طرابلس سمعت طلقات قنص متفرقة استهدفت مشروع الحريري من دون وقوع إصابات، وأشارت المعلومات إلى أن الجيش استعلم عن مصادرها وسيصار إلى معالجتها بالطريقة التي يراها مناسبة. استنكرت كتلة المستقبل الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله ودعت أهالي القتلى والجرحى إلى كسر حاجز الخوف ورفض سوق أولادهم إلى الموت، كما استنكرت الكتلة الحوادث الأمنية من الضاحية إلى طرابلس وعرسال. أكدت كتلة المستقبل النيابية أن السيد حسن نصر الله بكلامه المرفوض والمستنكر من الشعب اللبناني والشعوب العربية شرع لنفسه دورا لم يكن يجاهر به وإن كان يمارسه مواربة، وبذلك يكون قد عرض ويعرض لبنان لكل مخاطر انتقال النار المندلعة في سوريا إلى لبنان. توقفت الكتلة أمام الخطاب الذي ألقاه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يوم السبت الماضي، والذي كشف فيه بشكل واضح موقع ودور حزبه في لبنان والمنطقة، والذي تحول من حزب للمقاومة إلى ميليشيا بأمر عمليات إيرانية لخوض حروب متنقلة في المنطقة العربية. تدعو اللبنانيين وأهالي القتلى والجرحى لكسر حاجز الخوف والصمت والتعبير عن رفضهم لسوق أولادهم للموت في سوريا، ولرفضهم تحويل بلدهم إلى ساحة قتال واستنزاف وتدمير للثقة بالبلاد والاقتصاد. الكتلة التي اجتمعت في بيت الوسط برئاسة رئيس فؤاد السنيورة استنكرت جريمة اطلاق الصواريخ باتجاه بعض احياء الضاحية، واعتبرت ان من قام بهذا العمل مجرم يجب الكشف عنه ومحاسبته. والكتلة ترى في نفس الوقت ان وقائع هذه الجريمة مشبوهة ومحاطة بالكثير من الأسئلة، وبالتالي يتوجب على الأجهزة الأمنية تكثيف التحقيقات للكشف عن المجرمين وإنزال العقوبات بحقهم. الكتلة أكدت أن الاعتداء على الهرمل أمر مرفوض ولا يمكن القبول به من أي طرف كان ولأي سبب كان، كما دانت الكتلة ما تعرض له الجيش اللبناني في منطقة جرود عرسال. فجيش لبنان هو جيش عرسال الأبية، وجريمة الاعتداء على الجيش تستهدف أهالي عرسال وكل الشرفاء، وبالتالي يجب التنبه لهذه المحاولة الدنيئة للإيقاع بين الجيش وأهله وبيئته الحامية. تستنكر الكتلة تعرض مدينة الهرمن للقصف ليلة أمس واليوم، مما أسفر عن استشهاد مواطنة وجرح آخرين، وتعتبر أن الاعتداء على هذه المدينة العزيزة أمر مرفوض ولا يمكن القبول به من أي طرف كان ولأي سبب كان. وفي هذا السياق تطالب الكتلة قيادة الجيش اللبناني باستكمال انتشاره لضبط الحدود
والمعابر في كامل منطقة الهرمل المواجهة لمنطقة القصير التي تجري فيها الاشتباكات. كتلة المستقبل دعت إلى منع حمل السلاح في طرابلس والتعامل من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية بحزم وبعدل مع جميع الأطراف، وهي نوهت بمواقف رئيس الجمهورية. تتابعونا بعد هذا الفاصل. برنامج دي ان اي في دائرة تهديدات جديدة. أهلا بكم من جديد. دعا الرئيس نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى الاجتماع اليوم في عين التين لإقرار جدول أعمال الجلسة العامة التي ستنعقد بعد غد الجمعة، وعلم أنه سيتضمن بندا وحيدا هو تمديد ولاية المجلس 15 شهرا. بري وفي أحاديث صحفية قال إن الأسباب الموجبة للتمديد هي الوضع الأمني القائم ولعدم اشترار قانون 60 مرة أخرى ولتلقي أي مضاعفات في ظل الوضع القائم، ولأن الطاقم النيابي الحالي سيتكرر في حال جرت الانتخابات في ضوء الترشيحات نفسها التي يقابلها ترشيحات ضعيفة. وردا على سؤال عما يتردد من أن رئيس الجمهورية يمكن أن يطعن بقانون التمديد، قال بري إن من حق الرئيس سليمان أن يطعن إذا أراد. وكان الرئيس بري قد التقى أمس وفدا من المستقبل برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الذي أعلن الوصول إلى نقطة تلاقي خلال الساعات القليلة المقبلة والتوصل إلى الاقتراح الذي يحظى باتفاق معظم اللبنانيين. تقرير مها ظاهر. ساعتان من اللقاء بين وفد المستقبل برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وبحضور مستشار الرئيس الحريري محمد شطح ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري وبين الرئيس نبيه بري، ليستدعى بعد ساعة من انعقاد اللقاء المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل الذي كان أمضى ليلة طويلة عند نائب ميشيل عون لإقناعه بالتمديد المقترح من الرئيس بري. بدا رئيس السنيورة بعد اللقاء حذرا من تأويله أي نتيجة للقاء، إلا أنه أوضح الوصول إلى نقطة تلاق خلال الساعات المقبلة. نحن قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى تفاهم إن شاء الله وبرضى الجميع من أجل أن نصل إلى هذه النتيجة التي سوف يرتاح إليها اللبنانيون لأنها أفضل الممكن. ألمح الرئيس السنيورة إلى التمديد من خلال عرض نتائج ما تم التوصل إليه، فلا تفاهم على بديل لقانون 60 وقطاع كبير لا يريده أصلا، والأرثوذكسي غير قابل للتطبيق لأنه يضر بالعيش المشترك ونحن نمر بظروف صعبة. لا هو القانون مقبول ولا الفترة الزمنية ممكن أن يصار إلى إجراء الانتخابات، وبالتالي علينا أن نفتش عن طريقة تؤدي بنا في المحصلة إلى إجراء الانتخابات الذي هو موعد دستوري، وهو الأمر الذي يجب أن نحترمه لأننا مدينون للناخبين بأن يكون لهم الحق الحقيقي في إجراء الانتخابات في موعدها أو على الأقل في موعد ليس ببعيد. لم يشأ رئيس السنيورة الدخول في تفاصيل مدة التمديد للمجلس، وعندما سئل عما إذا كانت الفترة بين 6 أشهر وسنة ونصف أجاب بينهما، مشيرا إلى إمكانية عقد جلسة لمجلس النواب يوم الجمعة المقبل. من جهة أخرى كان إصرار خلال اللقاء على مبدأ الاعتدال ووحدة المسلمين لتجنب الفتنة، كما كان بحث في الجو الذي يزداد شحنا بسبب ما يجري من مخالفة كبيرة لسياسة النائب النفس ولإعلان بعبدة والقرار 1701. الرئيس نبيه بري يصف اللقاء بالإيجابي للغاية، والرئيس فؤاد السنيورة يقول أننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى تفاهم، وبالتالي يمكن الاستنتاج أن التمديد سيكون عنوان المرحلة المقبلة وسيطرح على جلسة يوم الجمعة الذي يصادف اليوم الأخير من العقد العادي للمجلس النيابي. من عين التينة، مها ظاهر، تلفزيون مستقبل.
قدم الرئيس فؤاد السنيورة عرضا للقائه الطويل مع الرئيس بري إلى اجتماع قياديين 14 من أذار مساء أمس في بيت الوسط. صحيفة النهار نقلت عن مصادر المجتمعين إلى أنه بعد اتصالهم بالرئيس أمين جميل والنائب سامي جميل تم الاتفاق على موقف موحد في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب وجلسة الهيئة العامة للمجلس. أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون أنه سيحجب صوته عن التمديد للمجلس النيابي، واعتبر بعد اجتماع تكتله الأسبوعي أن الانتخابات وفق الستين قد تعطي فريقه أكثرية يفرض بها التوازن. هيدا القانون الوحيد الستين الانتخابات هلأ معقول تعطينا أكثرية نفرض فيها المناصفة، مش مثل ما قانون اللي سموه هيدا المختلط الأخير، شي بروس شي بلاروس. مين بده يحافظ على خصوصيات الدروس؟ اي دروس؟ هاو خصوصيات وليد جملاط. بعدين بكفينا بقى الاولاد يعطونا دروس. يلي عم يعطينا دروس كيف نمشي على الستين يتفضل اللي شو افاقه اذا ما انتخبنا هنا. انا لا يمكن ان اقبل ان اجلس بجلسه بدهم يقرروا فيها اكثريه متنكره لحقي. أحجب صوتي عن تمديد وأسمح لنفسي كمان باستعمال الحقوق المتبقية. مرة جديدة تكون الحريات عرضة للتهديد ومن الجهة نفسها، إذ تعرض الزميل نديم قطيش لتهديد بعيد خطاب الأمين العام لحزب الله، وتزامن ذلك مع معلومات صحفية عن نية لدى حزب الله بالعمل على إيقاف برنامج DNA كليا وبكل الوسائل. هل يضرب حزب الله الصواريخ على تلفزيون مستقبل بسبب برنامج تلفزيوني يحاول الإضاءة فقط على الحقيقة؟ هل تتكرر تجربة العام 2003 حين تعرض مبنى التلفزيون في منطقة الروش لهجوم صاروخي، أو تجربة العام 2008 حين أحرق المبنى نفسه وأسكت الصوت عبر الإقفال القصري لمبنى الإخبارية في القنطاري ضمن أحداث 7 من أيار؟ كلها أسئلة نطرحها بعد التهديد الذي طال برنامج DNA ومعه الزميل نديم قطيش، وتزامن مع معلومات نشرتها جريدة الديار مفادها أن حزب الله يفكر أن يقوم بإسكات البرنامج عبر عمل ميداني يؤدي إلى توقفه كليا، وقد يطلق على استوديو البرنامج صاروخا أو اثنين من قذائف صاروخية في أثناء بثه مباشرة، وأنه خلال أسبوعين سيتم اتخاذ قرار بشأن هذا البرنامج ما إذا كان سيستمر أو سيتوقف. والأمور خطيرة جدا، والحزب المعني أبلغ الأطراف أنه تحمل كثيرا من جراء هذا البرنامج. واضح أنه البرنامج نديم عم يزعج بشكل كتير كبير الطرف فريق 8 أدار انطلاقا من شيء بسيط، لأنه هو عم يفك عقدة الألسن بالكلام الأمور بعرض الأمور مثل ما لازم تنعرض. الشيء الخطير إذا بدك بهذه المسألة أنه في عملية استسهال للتهديد، هذا الشيء أبدا ما لازم يتم استسهاله. عندما يصدر تهديد بقلب صحيفة ما فينا نشبهه لتهديد بيجي على SMS أو لتهديد بيجي على الفيسبوك أو على تويتر أو لتهديد بيوصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عندما بيوصل تهديد بواسطة صحيفة هذا مسألة خطيرة يجب التوقف عندها، ويجب أن تتحرك النيابات العامة. لبنان بظل واقع سلاح حزب الله غير محمي من قبل أحد، يعني الحزب يستطيع أن يتصرف بالشكل اللي هو بيشوفه مناسب لإله، إن كان على مستوى القمع أو إن كان على مستوى الاغتيال السياسي. المطلوب أولا التضامن كل المؤسسات الإعلامية وكل الإعلاميين مع اللي حصل مع نديم واللي حصل بالمستقبل، لأن هذا الشيء ممكن ينسحب على الكل. من الغريب كيف يجد حزب الله الوقت الكافي ليواصل سياسته بقمع الحريات في لبنان بالتزامن مع ما يفعله من قتل الحريات والنفوس في سوريا، وهذه المعطيات برسم الأجهزة المعنية وأصحاب الرأي الحر على امتداد لبنان لوقف محاولات إسكات الصوت المناهض للقمع.
أحيت عائلة المرحوم نصير الأسعد وتيار المستقبل والأمانة العامة لربع عشر من أذار وجريدة المستقبل الذكرى السنوية الأولى لرحيله في مركز الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي قرب أمن الدولة منطقة سبينس في بيروت. حضر أحياء الذكرى ممثل الرئيس سعد الحريري، منسق التثقيف السياسي في التيار الوزير السابق حسن النيمني، وعدد من نواب كتلة المستقبل ورفاق درب الراحل من سياسيين وإعلاميين ورجال دين وأصدقاء العائلة. قطعت القوى الأمنية طريق المدينة الرياضية باتجاه السفارة الكويتية مساء أمس للاشتباه بوجود عبوة ناسفة داخل حقيبة موضوعة على جانب الطريق المؤدية إلى السفارة الكويتية، وبعد كشف الخبير العسكري عليها تبين أنها تحتوي على أوراق معدة للتزوير لتزوير العمولات. تتابعونا بعد هذا الفاصل. الإمارات، قتال حزب الله في سوريا يؤجج التوترات الطائفية في المنطقة. فيما المعارك محتدمة في مدينة القصير، يواصل ثوارها تصدير الملاحم البطولية، وآخرها نصب كمين محكم لقوات النظام وحزب الله أدى إلى مقتل أكثر من 10 عناصر. سلسلة العمليات التي أطلقها الجيش الحر بوجه قوات النظام وحزب الله تحت اسم جدران الموت تمكنت من ردع أي تقدم داخل القصير، لتبقى المعارك الملتهبة محصورة بأطراف المدينة ومحاورها الأربعة. وفي عملية نوعية على الجبهة الغربية قتل 8 عناصر من حزب الله وأربعة من كتائب الأسد في كمين نصبه الثوار اغتنموا في خلاله عربة عسكرية كما يشير الناشطون. على خط موازن توجهت وحدات عسكرية من لواء التوحيد آتية من حلب لفك الحصار عن القصير، واستهدفت معاقل لحزب الله بصواريخ جراد. وفي ظل الحصار المطبق تنهمر القذائف والصواريخ على منازل المدنيين، ناهيك عن قصف مركز يشنه الطيران الحربي، ليرتفع عدد القتلى إلى 183 شخصا وأكثر من 1000 جريح. الشبكة السورية التي وثقت هذه الأرقام حذرت من الوضع الإنساني المتدهور مع شح في المياه وانقطاع للكهرباء ونفاذ الطحين. وبعد محاولة الصليب الأحمر إسعاف جرحى ونقلهم خارج المدينة التي قصفت مشافيها، ذكرت الهيئة العامة للثورة أن عناصر من الحزب عمدوا إلى خطف الجرحى بعد اعتراضهم سيارة الإسعاف التابعة للصليب الأحمر. وسط هذه الأجواء أمهل رئيس الأركان في الجيش الحر اللواء سليم إدريس الرئيس ميشيل سليمان وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مهلة 24 ساعة لإخراج عناصر حزب الله من الأراضي السورية. وحذر في حديث إلى قناة العربية من مغبة استمرار عمليات حزب الله، مضيفا أن الجيش الحر سيلاحق ميليشياته حيثما حلت. ميدانيا أيضا، أكثر من 100 قتيل بنيران كتائب الأسد في وقت تدور اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والنظامي في ريف دمشق، خصوصا على الجبهتين الشرقية والشمالية. المعارك محتدمة في مدينة القصير، يرمي بشار الأسد بثقل كتائبه لإبعاد الثوار عن العاصمة دمشق، فتعرض حي برزة الذي يسيطر عليه الثوار لأعنف قصف بالمدفعية والدبابات من قبل النظام بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في محيط الحي بين الطرفين. وفي ريف دمشق تعرضت بلدتا النشابية والبحارية بمنطقة المرش بالغوطة الشرقية إلى قصف جوي بطيران ميج، كما أن مدينة يبرود تعرضت لقصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة من قبل قوات النظام وحزب الله. فيما أسقط الجيش الحر طائرة ميج في حما، أغار الطيران الحربي على تلبيسة والحولة في حمص، وسقطت قذائف الهاون على الرستن والغنطو والدار الكبيرة وبساتين تدمر. وفي حلب قصف الطيران الحربي بالرشاشات الثقيلة حي طريق الباب، كما استهدف محيط سجن حلب المركزي بقصف من الطيران الحربي أدى إلى مقتل العشرات من السجناء.
أما في درعا وريفها فقد تعرضت أحياء طريق السد ومخيم النازحين وأحياء درعا البلد لقصف من المدفعية الثقيلة والدبابات وسط اشتباكات عنيفة بمدينة بصر الشام بين الجيش الحر وقوات الأسد. وعلى وقع القصف العشوائي على أحياء إدلب أغار الطيران الحربي على الرقة وسقطت الصواريخ على أحياء دير الزور التي شهدت مواجهات في حيي الصناعة والجبيلي. ندد وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالتدخل السافر لحزب الله في سوريا وقتاله إلى جانب قوات النظام محذرا من أن ذلك يؤجج التوترات الطائفية في المنطقة. وشدد قرقاش في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت على أن خطاب نصر الله الأخير كشف القناع الحقيقي لحزب الله الذي دائما يصور نفسه بأن هدفه الرئيسي هو الدفاع عن الأراضي اللبنانية، وإنما تبين أن سلاحه هو سلاح طائفي وسلاح موجه للداخل سواء كان للبنان أو سوريا. وأوضح أن موقف حزب الله له انعكاسات سلبية جدا تطيل أمد الصراع وتزج بلبنان في الصراع، فيما الوضع اللبناني لا يتحمل هذه المغامرات ويؤجج البعد الطائفي البشع في المنطقة. والآن تذكير بالعناوين: مواقف تستنكر التعرض للجيش اللبناني ومزيد من الصواريخ من الجانب السوري على الهرمل. نحن قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى تفاهم إن شاء الله. أجواء تفاؤلية في عين التين وبر دعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع اليوم. احتدام المعارك في القصير وقصف عنيف على مدن عدة. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية.